أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني من برنامج آيات للموقنين. قال تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. الحقيقة الله طلب منا أن نتأمل هذه الآيات. لماذا نتأمل؟ هناك دراسة علمية أيها الأحبة أجريت حديثا في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن تأمل الأفلام الوثائقية مثل كوكب الأرض والكون تزيد إيمان الإنسان بغض النظر عن دينه أو عقيدته، تزيد إيمانه وإحساسه بوجود خالق للكون، بل تزيد يقينه أن هناك خالق للكون. سبحان الله، الله تعالى كيف عبر عن هذه الحقيقة؟ قال: وفي الأرض آيات للموقنين، وقال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن أيها الأحبة، الأنبياء وصلوا إلى اليقين بسبب تأملهم لإعجاز هذا الكون. واليوم نحن سوف نتأمل عالم البحار، أسرار هذا العالم. البحر يمكن أن يغلي، هناك برزخ مائي، هناك أشياء في البحار لا يمكن لأحد أن يعلمها في القرن السابع الميلادي، ولكن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنبأ عنها وحدثنا عنها بدقة مذهلة. لذلك سوف نتأمل بعض آيات الله في البحار، ولندرك أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى. انظروا معي إلى هذا البرزخ المائي الرائع. هذا برزخ يفصل بين ماء عذب وماء مالح، وهنا لدينا بحر يشتعل تتدفق حمم منصهرة، وهنا لدينا حمم تتدفق من قاع المحيط. سبحان الله، يعني مثل هذه الظواهر لم يكن لأحد علم بها، ولم يكن أحد يعلم أن هناك انفجارات في باطن الأرض، ولم يكن أحد أن يعلم أن الأرض أصلاً كانت كوكباً ملتهباً. الآن أيها الأحبة، دعوني أذهب معكم إلى القرآن العظيم. هل يمكن أن نجد آيات تحدثت عن علم البحار؟ قال تبارك وتعالى: والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. المسجور أي المشتعل المحترق الذي ارتفعت درجة حرارته كثيرا، أقسم بهذا البحر المسجور أن عذاب الله لواقع. وهذا المشهد وصفه القرآن لنا بقوله تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. تصوروا لو أن هذه الانفجارات تقع على السطح أو بالقرب من بحارنا، هذه في المناطق البعيدة في أعماق المحيط الهادئ، وهذه الظواهر لا نراها في يعني معظم الناس لا يرونها، تحدث في مناطق بعيدة برحمة الله بهؤلاء الخلق. آيات للموقنين. فانظروا
لقد أبعد الله هذه المظاهر وترك لنا ظاهرة البرزخ نراها، هذه قريبة منا، يمكن أن نراها في غرب كندا مثلا، في ألاسكا. إذن أيها الأحبة، إنها رحمة الله تبارك وتعالى بالبشر جميعا، ليس بالمؤمن بل بالملحد أيضا، الله رحيم به. الآن القرآن العظيم أنبأ عن مثل هذه الانفجارات، الله تعالى يقول وإذا البحار فجرت، إشارة إلى يوم القيامة أنها ستفجر، ولكن وضع لنا في الدنيا، وضع لنا يعني ما نسميه صورة مصغرة لانفجار البحار واشتعالها. قال تعالى والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، وقال في آية أخرى وإذا البحار سجرت. كما أنك أيها الإنسان ترى هذا البحر المسجور سوف يحترق ويشتعل ويسجر يوم القيامة، حتى إن كوكبنا كان ملتهبا والقمر كان جسما ملتهبا أيضا، سبحان الله. وهنا إشارة رائعة أيضا، الله تعالى قال عن آية الليل وآية النهار، نحن نعلم اليوم أن القمر جسم بارد والشمس جسم ناري ملتهب، هو سراج فرن نووي ملتهب. قال عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه الآية تشير إلى القمر الذي هو آية الليل الذي كان ملتهبا، كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه في التفسير أن القمر كان جسما مضيئا فمحى الله ضوءه. العلم الحديث يقول إن القمر كان ملتهبا وتتدفق منه حمم منصهرة وبراكين باستمرار، كان ملتهب، ولكن الله مع الزمن محى ضوءه وأصبح جسما باردا منيرا، كما قال تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. طب الآن أنا أود أن أقف معكم بين رحاب هذه الآيات. أخي المؤمن، أنت عندما تتأمل هذه الآيات وتراها بعينك، ألم تزدد إيمانا بالله تعالى؟ ألم تزدد يقينا بهذا الخالق العظيم؟ هل أنت أفضل من سيدنا وحبيبنا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي طلب معجزة من ربه ليزداد يقينا عندما قال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هذا هو الإيمان الذي يقود لليقين باستخدام الحقائق العلمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سأل